يسعد صباحكم ومساءكم ومباركة طاعتكم. إن شاء الله ما عم بتعانوا من الصيام وجع راس لأنه ما عم نشرب قهوة الصبح. خلينا ندخل المطبخ ونقول بسم الله. اليوم بدنا نعمل معروك الرقيق الكل بيعشقه. ركزي صبية، أول مرحلة معلقة كبيرة ونص خميرة. هاي هي الخميرة التركية، كتير كويسة. بدنا نفعل الخميرة، إيش بدنا؟ معناتها بدنا سكر البديل، عسل البديل، دبس عنب، المهم سكر معلقة. المي دافية نصف كوب، مقابيلة نصف كوب طحين، بفعل الخميرة وبيسرع التخمير. راح نغطيها ونقلها اضوي، بنشوفك بعد ربع ساعة لحتى يصير فقاعات. نشوف الفقاعات، هذا دليل صلاحية الخميرة. بعد ربع ساعة خلينا نستفقد هالخانم، شوفوا لي الفوران وهالفقاعات، هدول بدي اياهم. يلا هلا منضيف السوائل. راح احط بياض بيضة والصفار بدي ادهن فيه وش المعروكة. ركزي لي صبية، حركنا هالبياض البيضة. بدي احط فانيليا. هلأ نحط لبن بديل اللبن، لبنة خففيها بمي شوي، 3 معالق حطيت. ما بدي احط بودرة حليب، جود بالموجود. خل معلقة زيت، ممكن زيت نباتي، ممكن زيت زيتون. عذرا انا بدي احط زيت زيتون، انا قدر الامكان ببتعد عن الزيوت المهدرجة والسمن المهدرج النباتي. بدي احط ربع كوب بس لهون بس. راح احط 2 معلقة سمنة. السمنة وزيت الزيتون بعد التجربة اكتشفت بيعطوا طراوة رهيبة للمعروك. هذا هو المقدار لهون، افرجيكي بالمعلقة مشان ما تتحججوا لي. 1 2 3 4. السكر 3/4 كوب، اخذنا منه معلقه، هلا بدي احط الباقي. ممكن تلعبي بمقدار السكر، تحطي بس 2 معلقة. البعض رح يسالني خالي دلال بيصير زبده؟ الزبده بتاخذ العقل عن تجربه. انا بالنهايه بحط 2 معلقة صغيرة زبده، بيعطيكي طراوه رائعه وطعمه طيبه، خصوصا اذا الزبده طيب. خليط السوائل صار جاهز، في اسهل من هيك؟ هلا خليط النواشف. مبدئيا بدي احط 3 كاسات طحين وجنبي طحين زياده، مالي خايفه. شوفوا ايش حيطة خالي المنكهات الشرنه، حيطتهم بعلبه المسكه. راح احط 2 معلقة صغار محلب، ورجاء انتبهي المحلب يكون تازه وبنفس الوقت ما تكترين شان ما يمرمر معك المعروك. خلصنا علبه مسكه. اكيد اليانسون والشمره يا عيني بتعبي ريحه البيت كله وقت تخبزي معروك اساسي. بحط 2 معلقة صغيرة بس حاج، تمام. راح ارد احط فانيليا، يا سلام الريحه بتشهي كمان. رشه ملح، هي الرشه. بيكنج باودر بيعطي لون زائد رفخ، 2 معلقة صغيرة
ممسوحة. هي للعجن صبية. بكل بساطة بناخد أول كوب طحين وبنعمله هيك. ثاني كوب طحين هيك. البعض رح يسألني خالي دلال نحط بودرة حليب؟ لك حطي بطلع بياخد العقل. بجود بالموجود، اللبن بيعطيكي طراوة لسه أكثر. جخي. رح نبدأ بالثالث، بحط نصه بس وبخليط بدون بذل اي جهد. هذا هديه للصبايا طلبوا مني. خالي ايدينا عم بوجعونا مثلك. بدنا معروق ما ياخذ عجن كثير، ياخذ بس تقليب يمين وشمال. هلا بفرجيكي شلون. صبية أماني انتبهي على الحركات، هي اللي بتعطيكي الفرق. معلقة صغيرة هاي. يا ريت نركز. تمام؟ معروك ما في أسهل منه، قلب وتني. وحوى ما في أشطر منه بالقلب والتني، وخصوصا الحكي بتقلب وبتتني فيه كتير. تمام؟ المهم بهالطريقة أنا بدي أعمل نوع أحشي ونوع سادة. رأسا بقطع نعمته وحطيت رشيت هون رشة سميد، بيعطيكي هيك مميز. جربي. بدي احطها فورا بهالطريقه. رح نغطيها بهالشكل، بنتركها حسب حراره المكان، لازم تنتفخ كتير كتير. بقيه العجينه بدي اخذ جزء بسيط هيك هاد، واحط معلقه كاكاو واعجنه. بنحطها هون ورشة طحين، وهي بكورها بهالطريقة وبريحها. كمان رشة طحين. عم بشتكوا الصبايا انه خلطة صفار البيض عم تزنخ معهم. حبيبة قلبي، مجرد ما تحطي اما نسكفي هيك، نسكفي بتحطيه مع الحليب بهالطريقة، رشة صغيرة بس بتذوبيه بالحليب أول. ذوبنا النسكافيه، حطينا فانيليا هون، وبنحط نقطتين خل بس. وهلأ هاد بنحطه فوق هاي، بطلع خليط بياخد العقل وريحته بتشهي.
ويا عين الخالي بعد ساعتين بعد ثلاثة ما طلعت على الزمن من كتر ما انشغلت ومن كتر ما اشتغلت. بظن لك شي ثلاث ساعات ونص، كل ما ريحتيها تاخدي نتيجة أروع. حطيت رشة طحين فرخة أو سميد أحسن من ورق الزبدة، بجيب هالكرة بطبطب بإيدي عليها، ما بحتاج شوبك أبداً أبداً. العجينة اللي حطيت لها كاكاو بقطعن كرات صغيرة، وكل كرة صغيرة حشيتها شوكولا، أي نوع شوكولا جيبي لوح واحد بكفي، قطعين قطع وداخل كل كرة قطعة شوكولا. هلأ جبت صحن، عملت دائرة بالوسط، علمت، بعدين بدي أنصص دائرة العجين، بس مو للأخير، يا ريت تكبروا الشاشة وتشوفوا. بعدين عملت أرباع، يعني صار عندي رغيف مقصوص أربع أرباع. هلأ هاي القطاعة ما تقولي إنه خالي عندك هالأداة، أنا ما بحسن، بالسكينة اعملي شرطي شروطة شروطة حتى بشفرة بيصير. هلأ منشوف إيش دا يطلع معنا شكل هالكرة. هلأ أول شي لازم ألزق، نحن عملنا صفار بيض مع حليب مع خل لاصق وبيعطي رطوبة للعجينة. اوعك ما تحطيها، حطيها بلزق من خلال الفرشاة، بوزع على دواير العجين وعلى كل مثلث، مو بدي أقلب بوزه، بحط على البوز من الخليط بالفرشاة. أماني كبروا الكاميرا. ما رح أسرع لك الفيديو، بس ما تقولوا الفيديو طويل ها؟ أيوة، عم بحط كرات عجينة الكاكاو وطعمه بجنن، طعمه شوكولا بجنن. وبعدين بقلب هالمثلث، بطلع التفريغ، تحت التفريغ إيش بيبين؟ بيبين كرات العجين اللي خلطنا فيه كاكاو. خطيتكم برقبتي، اعملوا خلية النحل، كرة بيضة مالا كاكاو احشوها جبنة كيري، وكرة إلى كاكاو احشوها شوكولا وطالعوها ودهنوها قطر بهالمقادير. هاي هالمقادير ما تغيروا فيها، ودعولا لخالي دلال بتجنن. أنا ما بحب ألف وأدور، بحب أعطي بوجدان وضمير. المهم الكرات اللي زادوا عندي اخترعت، حطيتهم وزعتهم وقلبت العجينة. ممكن تشوفيها مرتين ثلاثة، كبري الكاميرا وتدربي عليها على معجون. سهلة هي بصراحة، أنا بسميها وليدة اللحظة، أنا إيش بطلع معي أثناء الشغل بعمله. بالنهاية دهنت من خليط صفار البيض والحليب والنسكافيه والفانيليا والخل، ورشينا هالسمسم وحبة البركة، وبدي أريحها أقل أضوي روحي ساعة، حتى لبعد الإفطار بساعتين لا تنتفخ. بحمي الفرن مسبقا على حرارة 200، بحط صحن يتحمل ما ينكسر لا سمح الله، أي طنجرة حطي فيها مي سخنة ودخليها بالفرن. بدي الوسط الحراري داخل الفرن يكون رطب، هالرطوبة بتعطي طراوة للمعروق وبتعطي طراوة للفطاير، ما بتعود بتنشف معك وبتفتت، وتاني يوم طعمه بيت. انتبهوا لهالنقطة. المهم خلصت ما شاء الله، بدي اعطيكم فكرة تزيينة. لا تعيبوا، جود بالموجود. بتمنى من الطيبين تحريك محرك البحث على جوجل او يوتيوب، مجرد ما تكتبوا وصفة معروق الشوكولا دلال حناوي، شبك لبك.
وخالي دلال بإذن رب العالمين راح تجاوبك على كل أسئلتك. ويلا على المطبخ صبية، قولي بسم الله واعمليها. شايفي شلون بكل سهولة رفعتها وحطيتها بالصحن الثاني؟ لك بدي أفرجيكي الطراوي، وأكيد بدي أقسمها وأفرجيكي قلبها شلون هش. والله العظيم بتجنن، طرية طرية طرية. خلينا نقول سوا، يا عين صبي دمع، ربي يجعل دموع الفرح. في أجمل من دموع الفرح؟ ما في. عملوا زوم للكاميرا، أبيض مثل التلج من جوا، والأروع من هيك هش. التاني معروق، بنزلكن يا فيديو لحاله مشان ما تتخربطوا. إذا بدكن تشكيل الفطيرة بتشوفوا هذا الفيديو. شايفين قطع الشوكولا مقروعة؟ بياخد العقل. بشهي بشهي، بدي افرجيكم الشوكولا قبل ما اودعكم. هاتي لنشوف. قربي 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 على الكاميرا، قربي لك. اه لك يسلم ايديك يا دلو، لك دللوا حالكم، الدنيا فاضية، ما تستنوا حدا يدللكم، انتوا دللوا حالكم. يا عين لك يا عين، يسلم ايديكي. المهم اللي عم يسأل خالي دلال ايش ندهنا للفطيرة، فطيرة الشوكولا، ببساطة ممكن تخلطي الشوكولا الاقتصادية اللي نزلتها بقناتي، اقتصادية وسهلة، بخمس دقايق بتعمليها. وممكن تجيبي لوح شوكولا تسيحيه بحمام مريم وتعملي خطوط عشوائية، وممكن جود بالموجود بشيرة اللي هي قطر. تحياتي، بودعكم.